هناك سؤال، بارك الله فيك يا شيخ. طبعا احنا بحكم وجودنا في جزيرة العرب في السعودية نسأل بارك الله فيكم، سمعنا رأيكم في بعض الأشرطة حول الأحداث القائمة الآن. أنت بالذات وين مقيم الآن؟ في شمال المملكة. فالسؤال، ما هي نصيحتكم لإخوانكم في الله في السعودية إذا قامت الحرب؟ مين ومين؟ نحن سمعنا رأيكم بالنسبة بين أمريكا والعراق وبين السعودية والعراق، لكن النصيحة في هذه الأيام، لأنه يبدو والله أعلم أن الفتنة بدأت تتفاقم هذه الأيام، خاصة أنه يوم الثلاثاء الماضي بعد صلاة العصر قامت بعض النساء بمظاهرة في الرياض للمطالبة بحرية المرأة. وصلت حرية عن كل، نعم ما شاء الله، هذا من بركات الأمريكان اللي حلت الديار. نعم، فما نصيحتكم لإخوانكم في هذه الظروف؟ يعني أريد أن تحدد لي سؤال حتى أحسن الجواب، لأنه نفهم من أول سؤالك أنه إذا وقعت الواقعة. نعم، هذا سؤالك؟ نعم. أنا أجيب بجوابين. إذا وقعت المعركة بين الأمريكان والعراق، بين الأمريكان فقط والعراق، فحينئذ كونوا مع العراق ضد الأمريكان. أما إذا وقعت المعركة بين المسلمين بعضهم بعض، سعوديين مصريين سوريين اللي منضوين تحت توجيهات الأمريكان، وبين العراق، فكونوا أحلاس بيوتكم. هذا جوابي لم يتغير ولن يتغير، هذا مسجل في عديد من الأشرطة، لأنه إن نشب القتال، وما أظن ولا إخال أنه سيقع شيء من القتال، كل هذه ألاعيب سياسية، تدبير الأمريكان والبريطان أعداء الإسلام. لكن إن وقع فجوابي هكذا: القتال سوف لا يكون لوجه الله ولا باسم الجهاد ولا باسم الانتصار للمظلوم، وإنما سيكون القتال دفاعا عن الكراسي وعن الأموال. ومن المؤسف جدا جدا أن تقع هذه الفتنة التي لا أعرف لها مثيلا في التاريخ الإسلامي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، أحمد الله إليك، كيف حالك؟ صحتك؟ صحتي كما تعلم صحة عجوز وهي بخير. الله أكبر، أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية يا شيخ. الله يبارك فيك. منين عم تحكي؟ من بيتي. من بيتك؟ بيت صوت واضح ما شاء الله. بيت عامر. اي نعم، ما صوت شباب. والحرب هلا كنا عم نتكلم، هذه يعني ألاعيب دبلوماسية، لا حرب ولا شيء. الله أعلم أنك صدقت يا شيخ. اي نعم، الله أعلم. يعني أنهم يعني هنا عندنا الأخبار والحقيقة أكثر من عندكم. أي لابد. لكن هم يلعبون بالسياسة، تدري لماذا يا شيخ؟ لأنهم الآن على أبواب انتخابات، والانتخابات الأمريكية بالحقيقة يعني تنعكس أثرها على السياسة العالمية. أي. وباعتبار أن الحزب الحاكم اللي هو حزب جورج بوش، هذا الرئيس الحالي، حزب الجمهوري، الشعبية كثيرة يعني. اي نعم، معظم اللي ربحوا في الانتخابات من الحزب الثاني اللي هو الحزب الديمقراطي،
ولذلك عم بيلعبوا على الوتر هذا. نشوف يعني بيشتروا أصوات الناخبين، نشوف إيش بدهم من الناس، بدهم حرب تكلموا في الحرب، بدهم سلم تكلموا في السلم. والمشكلة شوف حساسية، سبحان الله، حساسية الأقوال، بس أقوال الرؤساء كيف تأثيرها على 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 الاقتصاد العالمي بشكل عام. الله أكبر. كان سعر البرميل البترول، سعر البرميل $40 لما في أوج الأزمة. إيه. بعدين طلع بوش، طلع رئيس أوروبي ما يحضرني، قال إن الأزمة ممكن أن تحل سلميا. أيوة. أشعر بأنه الملك فهد قال إنه يريد أن يحلها سلميا، نزل السعر البرميل. الله أكبر. ورجع ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية. أي نعم. لا نرى أن هناك أي حل آخر سوى الحرب. ارتفع سعر البرميل كمان $3. ايه عم يلعبوا بالكرة. نعم. ثم بوش خسر شعبية هنا، يعني عادة قبل الانتخابات بيعملوا استفتاء بين الناس. اي نعم. شعبية كانت. اي نعم. بوش خسر شعبيته، نزل سعر الدولار. الآن الانتخابات أثبتت إنه الديمقراطيين، يعني الحزب المعارض هو اللي يربح، استقر على وهكذا. اي نعم. كلمة من الرئيس وطلع السعر، وكلمة بتنزله وهكذا. يعني مثل ما بيقول عنا بسوريا، عصاية بتطرهم وعصاية بتجمعهم. أبدا أبدا. أي نعم. والله والله إن 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 الشعب الأمريكي بالحقيقة إذا أتينا للعقل من أغبى خلق الله. والله ترى إنه أغبى من غنمة يجر هكذا. الإعلام هو الذي يسيره، لكن الناس مغرورون بهال. بس أنا بعكسك بهي. وفنون الدنيا وفنون هذا شاطرين فيها. الله أكبر. الله المستعان. والله المستعان يا شيخ. الله المستعان. هو فعلا هلا اليهود. أنا قلت نعم. اليهود. نعم. يعني بشاهد القرآن جبناء، لكن وين المسلمين الأقوياء؟ الله أكبر. الله المستعان. الله المستعان. الحقيقة إنه يعني قلب المؤمن يدمى على هل إيش المواقف الجاهلية العجيبة جدا. غزيت الكويت من دولة، من شعب مسلم، قامت القيامة. أما فلسطين من كذا 20-30-40 سنة ما قامت قيامة أحد من الدول الإسلامية. شو القصة هاي؟ وبعدين هالشعب هاد كمان تلعب به الكلمات السياسية مثل ما قلت أنت بالنسبة لأولئك الكفار، ناس بيتعصبوا لهاللي غزا الكويت وبدهم يجاهدوا معه وهو لا يعرف الجهاد، وناس بدهم يجاهدوا مع الفريق الثاني وهم أيضا لا يعلنون جهاد وإنما دفاع عن الكراسي وعن الأموال المختزنة في بلاد الكفر والضلال. والله المستعان. عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اي والله. الله اكبر. اي شو اسئلتك الليله؟ والله انا بدي اطمن عنك. الله يجزيك الخير. انا سمعت صوتك. الله يبارك فيك. في مره اتكلم مع الاخ علي كل يوم كنا عند الشيخ وانا عند الشيخ، قلت والله اربطكم على هذا. الله يحفظك، لعل الله عز وجل ييسر لك الخلاص من ذاك الجحيم. اللهم امين. لانه مهما كانت البلاد الاسلاميه منحرفه عن الشريعه ما في شك فتبقى هي افضل. ما في شك. اي نعم. والله ما ساورني لحظه واحده الشك في هذا. نسال الله ان شاء الله. ولاهلي ان نخرج من هذه وخليت ظالمي اهلها. ان شاء الله. ان شاء الله السميع العليم. طيب فيما يتعلق في المؤتمر، يعني لعلي ما يكون عندك مانع اذا سجلنا كلمه مذيعه في المؤتمر ان شاء الله فيما يتعلق في موضوع المؤتمر. يعني والله اذا بتاجل لها لبكره لانه او غير بكره في عندي الآن. في عندي الان ناس الاسبوع القادم ان شاء الله. انا ما ترى في عندي ناس يعني جايين الان من السعوديه. نعم. ولابد في عندهم بعض الاسئله. وإن كنا نتباحث معهم منذ بعد صلاة العشاء
يعني منذ نحو ساعتين أو أكثر، ما شاء الله. لكن هذول غرباء وعطشانين العلم، ولذلك يجب أن نتجاوب معه. نعم، معهم مسجل؟ عندك؟ عندي المسجل، يعني عم تسجل المباحثات. عندي المسجل اللي بتعرفه، أبو أحمد أبو ليلى. نعم نعم. يمكن يمكن أرسل لك بعض الأشرطة. أرسل لي 5 أشرطة الأخيرة عن الحزبية وعن أخواننا من الكويت، ما شاء الله. يعني الحقيقة وضعت اليد على الجرح يا شيخ. الله يحفظك. أبدا، الله أكبر. الله المستعان. في عندي أخ هنا، إيه؟ يعني فلسطيني، إيه؟ لكن ما يستطيع يرجع إلى الأردن، إيه؟ ولا يريد أن يقيم هنا. أيوة. لكنه يريد أن يتابع دراسته. إيه؟ قال لي هل يجوز إنه، وطلب مني أن أساعده، نقدم له طلب على أساس أن يبقى في هذه البلاد ولو مؤقتا حتى ينهي دراسته. إيه؟ كنت أخذت على نفسي عهد إني ما أساعد أي مسلم أن يبقى في هذه البلاد. أحسنت. ولذلك قال لي يعني وضعه هو لا يريد أن يبقى هنا ولا يأخذ جنسيتهم ولا شيء، فقط يريد أن حتى ينهي دراسته ثم يرجع. في مجال تقديم طلب له أساس أن يبقى مؤقتا؟ تقديم طلب لوين؟ يعني شرعا أقول، هل يجوز إيه؟ يعني مساعدته للبقاء مؤقتا حتى ينهي دراسته؟ والله هذا يا أستاذ محمود يختلف باختلاف الطالب وباختلاف ثقة المتوسط له. نعم. إذا كان مثلا طالب يعني متدين ملتزم لأحكام الشرعية بكاملها وتمامها، ويغلب على الظن بأنه سوف لا تجرفه التيارات هذه الغربية والترف الموجود في هذه البلاد، فيصاب كما أصيب به كثير من الشباب حيث تزوجوا هناك ونشلوا قديما وحديثا، ثم يتبين لهم أنهم لابد لهم من الرجوع فلا يستطيعون الانفكاك، لأنهم بذروا هناك بذورات على حد تعبير إخواننا السعوديين، والبذورات هذول ما بيقدروا يستصحبوهم معهم ولا بيقدروا يتركوهم وشأنهم مع أمهاتهم، فيقعون يعني في مشاكل لا يجدون حلا لها، ولو كانوا يعني عقلاء ومسلمين كمل كانوا نظروا في العواقب. وقديما قيل من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب، هذا الذي يصيب هؤلاء الناس. فلو أن هذا الشاب تثق أنت به 100% مو 90%، فتوسط له وإلا فلا. إن شاء الله. الله يسلمك. سلم على من ينبغي السلام عليه. طيب إن شاء الله. السلام عليكم.